السياح القادمين من باريس يصل إلى مطار أطار الدولي ضمن الموسم السياحي الحالي. سياح من مختلف الجنسيات الأوروبية جاءوا لاكتشاف المعالم السياحية والآثار التاريخية والتمتع بجمال الصحراء في مرابع وسهول ولاية أدرار. انطباعات هؤلاء القادمين أكدت أهمية الوجهة السياحية على المستوى الوطني بما فيها الوافدون من أصول عربية. جينا من فرنسا وجدنا موريتانيا اللي في أطار. صاحبي جابني موريتانيا قال لي عندنا خدمة نديروها ثم باش نعاونوا أصحابنا في موريتانيا، وجينا نعاونوا جينا نخدموا لهنا شوية ومن بعد نعاودوا نرجعوا لبلادنا إن شاء الله. أول مرة ندخل في موريتانيا والغوسونتي تاعي باهي. أول مرة في موريتانيا، جايين إن شاء الله نشتغل في موريتانيا. نحن ثلاثة دكاترة أسنان، وإن شاء الله نحاول يعني نشوف البلد ونشتغل بنفس الوقت يعني إن شاء الله. إن شاء الله رايحين على أتار، يعني نزور الأتار ونروح على شنغيتي إن شاء الله. بنشوف البلد، نشوف الناس، نتعرف على الناس، نشوف انطباعنا يعني إن شاء الله في البلد. ومثل هؤلاء هذه السائحة البلجيكية كريستين لابرا التي تعود للمرة الرابعة وتقول بأنها ستعود للمرة القادمة، لأن موريتانيا بلد جميل وبه مناظر آسرة ويمتلك مقومات الاستقبال والضيافة. انتظام هذه الرحلات يبرهن على أهمية التدابير المتخذة لإنجاح هذا الموسم السياحي من طرف الجهة المنظمة والمستقبلة. موسم اللي مسنتي من يوم 23 في الشهر 12 إلى يوم إن شاء الله 9 في الشهر 3 المقبل. وبذلك المناسبة هذا البرنامج معدل على 12 رحلة، وفي الوقت الحالي الرحلة مثلا الأولات فيهم 123 الأولى، والثانية 124، ومن ثم ندخلوا في مرحلة ينقالها مرحلة ما فيها العطل عند النصارى، وذاك اللي ينقص شوية الطلب يقدر نترجعوا على من يوم 10 إن شاء الله ذي الجايش 10 في شهر 2 يدخلوا مولي هم مراحل العطل، ونترجعوا إن شاء الله على الطيارة الدور تعود أشبه، والله قاعد بإذن الله تعالى لي تعود أشبه. عدد الإجمالي السواح اللي فاتوا صفحة الساعة حوالي 800 سائح، تقل قليلا عن ذاك العدد في الرحلة السابعة، ونحن بدورنا مستعدين لاستقبال السواح في هذا الموسم على غرار الهيئات اللي عاملة هون في المطار، الحالة المدنية لغير ذلك هو على مستوى المطار. إذن كل الإمكانيات وكل شيء متاح لاستقبال هذا السواح اللي يمشوا في موريتانيا الآمنة، موريتانيا الجميلة، الصحراء الموريتانية الممتعة والجبال والواحات هم يمشوا فيهم. انطباعاتهم اللي فاتت جاءوا منهم كامل انطباعات حسنة. واقع سياحي بدأ يلقي بظلاله على الدورة الاقتصادية المحلية. هو الاقتصاد الوحيد اللي نحن نحس به على أن الناس كانوا مستفادة منه. أهل البادية يجون العليات كل ليلة وكل المعقيد ويستفادوا الإفادة الزينة، يشروا الأشياء اللي بسيطة ويبيعوا أهمات إياها إن شاء الله، ويشروا من عندهم الحية ويفادتوا على الساكنة شبه من كادنها من نحن. وأنا حماد مستفادين ومستفاد الولاية كاملة. ومع وصول وهود قادمة تغادر أخرى بعد أن أمضت أياما جميلة في جو من الحميمية والأمن والأمان. الفاغة والشيباني، قناة الموريتانية، مدينة أطار.